السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. لما جات لي الهديه دي انا عملتها في الفيديو وقلت ان انا هبقى اجيب ستيكر والزقه عليها عشان يقول لي مثلا شطه، ملح، كمون، فلفل، الحاجات دي كلها. فكلمتني صفحه جوليا ديزاين على الانستجرام وبعتت لي الاستيكرات دي، لسه ما فتحتهاش والله. اهي قطعت حته من كده، قلت لما اجي اصورها معاكم واوريكم اقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي مكتوبات لسه مشتريها امبارح. بصوا بعت لي، بصوا بقى شطه وكمون كده. بسم الله. ممكن طبعا تعمل حاجات خاصه، شطه وكمون وحلبه وطوابل بطاطس ونعناع. بصوا الحاجات حلوه ازاي، يعني بقسماط ولسان عصفور ورز ورده وسكر وسكر بودره. بصوا ما شاء الله. وفي بقى دول اهو جوليا، اهي جوليا ديزاين على الانستجرام اهي وعلى الفيسبوك اهي. نفتح كمان دي واحط لكم اللينك بتاعها كمان في صندوق الوصف. لا بصوا بقى دي، لو انت مثلا معصجه حاجات لحم مفرومه وصلصه وشوربه وتوم وبصل وبانيه وقطايف ومنبار، الحاجات اللي بتتفرز بقى، وبشاميل وكفته رز وكوبيبه. بصوا بقى الحاجات، بسم الله ما شاء الله، بجد فكره حلوه جدا جدا دي وجميله. يعني انا دلوقتي عايزه الزق على دول مفهومش شاي وسكر، سمسم سكر، ده سكر بني تمام. انا عندي سكر بني افضيه و اهو سكر. ناخد السكر دي نلتها على السكر ده هنا ونعبي فيها سكر اهو. ده السكر، نعبي بقى السكر في البرطمان. طلع لي الحمد بتاع الشاي ونزوله على الكبير. شاي؟ اه. في حلبة ينفع؟ اقول لك استنى، اقول لك انا فكرة حلوة، مش خاطر احنا عندنا شاي خرز وعندنا شاي بنعادي. وايه؟ هشوف هلزقها على انهي واحدة. اهو في شاي اهو، عادي شاي. في كام واحدة شاي؟ واحدة شاي؟ اه. واحدة بس شاي. واحدة بس. طب استنى بقى، هات لي السكر بني. في كمان سكر بني اهي. عايز واحدة سكر بني؟ انا شفتها لمحتها كده، سكر بني اهي. ايوه فكها لي كده. انت عسل اسود ومسكر برضه. تاني واحده صغيره. بس بتاعي لقيته الصغيره، الصغيره دي اه فاكرها المقص بتاعي. الله عليك يا عم بكر. بص بقى شكلهم حلو ازاي. عايزه حاجه تانية؟ طب ايه؟ استنى بقى، دي سماق. ناخد السماق اللي هنا دي اهي. سماق دي يعني ايه؟ سماق توابل، نوع من انواع السماق. وايه تاني؟ بص شكلها بقى قولي ازاي. عايزه ايه؟ طيب في كاري؟ كاري اه. هات الكاري. الزق على الكاري ده اللي في اول واحده فوق خالص دي. نفضي السكر البني برده الثانيه. هنفضيهم كلهم وهلزق على كله بحيث يبقى كله تمام عندنا اهو. اهو الكاري اهو. ماشي. الزقلي بقى على كله يا محمد. هو ده دول ايه بقى دول؟ ورق لورا اهي. ورق لورا؟ اه. اهي. دي بودرة. ما هي تحلاها. اه؟ اسمها شوفنا الورق مرحوم. بص بقى عايز السلة. دي؟ ادي كده السكر البني. دي؟ اه يا ريس. كده خلاص عملنا السكر البني. بصوا بقى حلو ازاي؟ وعملنا ده. ورق لورا، ايه تاني؟ هحط هنا الشاي البودرة، الشاي اللي هو الشاي ده، ده الشاي احمد ده. حبهان فيه. حبهان؟ برطمان حبهان اهو. ده حبهان؟ شمه وتعرف ريحته. حبهان. طب السبع بهارات فيه. اسرع بهارات دلوقتي. طيب الزعتر ده شاي اهو. زنجبيل. هات لي بقى ورقه الشاشه كده، دي مش مكتوب عليها شايات. زنجبيل زعتر. طب حاضر، هات لي الشاي، ورقه الشاي. عشان ده اصلا الفتله بتاعته مش مكتوب عليها حاجه. بصوا شاي. ملح، حبه البركه. خلي الشاي وحبه البركه دلوقتي. زعتر قرنفل. الليمون لومي. في واحد بتاع خلي الليمون دلوقتي، خاطر هتشوفوا علبه بغير هتشوفوا دلوقتي. هقول لك.
بون وسيس اللوبيا والمكسرات موز هيل عدس الجبنه سحلة شطه شطه دي دي شطه ادي الشاي الفاتح النعل اهو ادي فلفل اسود في عندك شاي اخضر ده فلفل اسود ده اسمر اسمر في عندك شاي اخضر بقى لا ما فيش شاي تاني بطلوا مش مشكلة. طيب كزبرة فين؟ كزبرة؟ ايه. مش مشكلة. كزبرة. الله عليك يا عم باخر. انا كنت طعمات يعني. الله عليك. زبانة ايه؟ ايه؟ شطه دي شطه اول واحده فوق اول واحده شطه في بقى عندنا ايه ده بقى عليه نلزقه في شمر حمص لبن بودره ماشي في سميل بليله كمون دي كمون في قرفه اهي الفات اللي عندك دي اول بجد شكلهم بقى حلوين قوي احسن من الاول ازاي في زنجبيل في بصل بودر بصل بودر في العلب الثانيه الزنجبيل فين اهو ناقص ايه كمان دي شطه دي تاني اهو بتاعه القهوه اهي قهوه المصريين اجيب برطمان احط عليه بس ما اجيب بن احط عليه بن هتزهق عليه خاطر لما اجيب البن ممكن اجيب بطراكيس بن وافضيه عليه اهو ملح حبه البركه ماشي وفلفل زعتر كركم اهو كركم كمان ده ماشي ايه تاني كده عندك مش عارف الشطه دي بابريكا ماشي البابريكا اهي اهي في بابريكا كده كلهم خلصناهم بص بقى شكلهم حلو ازاي بصوا بقى كده شكلهم اوزي وحلوين قوي طبعا بشكرك جدا حاجه حلوه جدا ما شاء الله وبجد يعني هينفعوني في حاجات كتيره قوي وخصوصا الورق الكبير ده اللي هو بتاع البانيه والقطايف والحاجات بتاعه الفريزر انا كنت بجيب ورق واكتبه والزقه بلزق فده بجد هيوفر عليا كتير انا بشكرك جدا هحط لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف يا جماعه بحيث لو حد حب ياخد ورق من عندها واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وحاجه جديده واقول لكم السلام عليكم وشكرا لكم جدا 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 وكل سنة وانتم طيبين وطبعا الهدية بتاعتك حلوة قوي بصراحة عجبتني جدا واقول لك سلام عليكم حبايبي دي صفحة جوليا ديزاين شوب هي على الانستجرام بصوا اهي بصوا كل حاجة عندها اهي بصوا ده المفروض بقى بتبقى شكلها شكل ازاي والبرطمانات شكلها حلو قوي اهي في دي السودة وفي دي عندها اشكال واكيد بتنفذ لك اي تصميم انت عايزاه اهي بسم الله ما شاء الله شكل الصفحة تاني اهو عشان خاطر ما تتلخبطوش في الصفح وتدخلوا صفحة غلط اهو وهحط لكم برضو اللينك في صندوق الوصف سلام عليكم